مرحبا بكم. برشا كلام قاعد يتقال في المدة الأخيرة وبعد خروج المنتخب الوطني التونسي من دور المجموعات من كأس العالم فيفا قطر 2022 وظهور عديد اللاعبين بمردود وأداء ممتازة الفت الأنظار وخلى برشا مواقع إعلامية تتحدث على عروض للاعبين هذا. شكون اللاعبين اللي وصلتهم عروض وأنه الأندية اللي ترغب بالفوز بخدماتهم؟ كملوا الفيديو للآخر وما تنساوش لايك والأبوني وتفعيل جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. الياس السخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان وعديد اللاعبين في المنتخب الوطني التونسي أداء محترم في ثلاث مباريات اللي لعبهم منتخبنا الوطني في كأس العالم، مما جعل عديد الأندية الأوروبية تفكر في انتدابهم. الياس السخيري اللي قدم أداء ممتاز وكان لفت الانتباه بأدائه على أرضية الميدان وكان ثاني أكثر لاعب اللي اقتطع مسافات في الجولة الأولى في كأس العالم، من يلعب في دور تكتيك كبير. مردود وأداء الياس السخيري مجاش من فراغ ولا مجاش كان في كأس العالم. اللاعب هذا عنده سنوات يقدم في أداء رائع جدا سواء مع المنتخب الوطني التونسي أو مع فريقه الألماني نادي كولن. السخيري لديه عدة عروض قبل كأس العالم وجاءت عروض أخرى بعد كأس العالم، خاصة من فرق في الدور الإسباني أبرزهم نادي إشبيلية. صحيفة ماركا الإسبانية حكيت على أنه فريق إشبيلية يفكر في انتداب مايسترو خط وسط المنتخب التونسي في الميركاتو الصيف، ولكن إلى حد الآن ما فماش حاجة رسمية على العرض هذا. ولكن العرض اللي نجم نأكده وهو عرض نادي ليون الفرنسي اللي عبر على رغبته في انتداب السخيري منذ الموسم الفارط، وكانت الأسباب المالية هي العائق في إتمام الصفقة، خاصة أنه فريق الألماني اشترط حوالي 10 مليون أورو من أجل التفريط في إلياس السخيري. آخر كذلك يشغل نفس الخطة اللي يلعب فيها إلياس السخيري عيسى العيدوني. عيسى العيدوني اللي ظهر يعني بأداء ممتاز، ظهر بجرينتا كبيرة ولفت الأنظار وخلى الجماهير التونسية والجماهير العالمية تتحدث على إمكانيات اللاعب الرهيبة، الإمكانيات الفنية والإمكانيات البدنية، وخاصة الجرينتا الكبيرة اللي ظهر بها اللاعب في المباريات اللي لعبهم مع المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم. برشا مواقع تحدثت وبرشا ناس حكيت على عروض خاصة بالعيدوني محل أنظار عدة أندية كبيرة على غرار ليفربول الإنجليزي، دورتموند الألماني، وتشيلسي الإنجليزي. مش حاجات رسمية كما نعاود نقول باستثناء تشيلسي الإنجليزي اللي وحسب وكيل أعمال اللاعب اللي كان هبط تدوين على حسابه على تويتر وقال أنه نادي تشيلسي يرغب في ضم عيسى العيدوني مدة 6 أشهر وإمكانية تجديد العقد لموسم آخر. هذا العرض الوحيد أو الرسمي اللي تحدثت عليه أو تحدث عليه وكيل أعمال اللاعب، ولكن بصفة شبه رسمية وحسب موقع ترانسفير ماركت اللي مختصة يعني في انتقالات اللاعبين، عيسى العيدوني باش ينتقل نادي هيرتا برلين الألماني بمبلغ مالي قدره 4 مليون أخذ تألق ضد المنتخب الفرنسي واللي رغم مشاركته في مباراة وحيدة جلب ليه الأنظار. محمد علي بن رمضان لاعب الترجي ورغم عودته من بعيد بعد المشاكل الصحية اللي تعرض لها اللاعب وفي بداية التحضيرات مع فريقه الترجي الرياضي التونسي، رجع اللاعب تدريجيا وكان متواجد مع المنتخب في المونديال وقدم أداء ضد الديكا خلات العديد يتحدث على إمكانيات اللاعب على غرار اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي كان أثنى على مردود بن رمضان في تصريح صحفي وقال إنه اللاعب ممتاز. العروض اللي وصلت بن رمضان من الدوري الفرنسي، نادي نيم الفرنسي عبر على رغبته في انتداب اللاعب، كذلك فما أحاديث فما أقاويل صحفية تحدثت على أنه نادي مارسيليا كذلك يرغب في انتداب اللاعب. قد يغادر اللاعب أسوار الحديقة باء في الميركاتو الصيفي وإن شاء الله اللاعب يلقى عرض وفريق يخليه يتطور من أدائه لأنه بيرجع بالنفع على المنتخب الوطني التونسي. إذن متابعين الكرام، متابعين بكام سبور، تحدثنا على اللاعبين اللي كثر عليهم الحديث في المدة الأخيرة وحاولنا نجيبوا الحاجات اللي شبه رسمية أو الحاجات اللي يعني إن شاء الله في الفيديوهات القادمة باش نحكيه على عدة لاعبين وعدة أسماء تألقوا كذلك مع المنتخب الوطني التونسي. نجيبوكم بحول الله الحاجات الصحيحة وكما قلت لكم ونعاود الحاجات اللي تنجم لكم متابعي بكام سبور على حسن المتابعة والانتباه. إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد وفي أخبار جديدة.